الآن وبالعودة إلى السيد أشرف العجمي الوزير الفلسطيني السابق من رام الله، مرحبا بك مجددا سيد أشرف. سيد أشرف، كنا نتحدث عن حالة الجدل في الداخل الإسرائيلي في حكومة الاحتلال وأيضا في مجلس الحرب. نعم، يعني أنا قلت أن الجدل مرتبط أساسا بعدم تحقيق نتائج ملموسة للحرب، وكما سمعتم بنيامين نتنياهو يقول أن أهداف هذه الحرب القضاء على حركة حماس والقضاء على سلطة حماس ومنع إمكانية أن يكون قطاع غزة تهديدا من جديد وأشياء كثيرة قيلت. وأيضا هناك إشكاليات تتعلق بالخلافات الداخلية في إسرائيل بين مستويات مختلفة مرتبطة بمصلحة بنيامين نتنياهو الشخصية، ويريد إطالة مدى الحرب للهروب من مصيره المحتوم الذي يعني يتوقعه الكثيرون بأنه سيذهب إما إلى نهاية سيرته السياسية أو إلى السجن. في كل الأحوال هو لن يبقى رئيسا للحكومة في أي انتخابات قادمة حسب استطلاعات الرأي الحالية، وقد تكون هناك انتخابات مباشرة وسريعة بعد انتهاء الحرب، وقد يذهب إلى يعني المحكمة من جديد وتتم محاكمته. في كل الأحوال نتنياهو يريدها حربا طويلة، وهذا ربما سبب من أسباب الخلاف، لأن عدد كبير من الجمهور الإسرائيلي من أهالي الأسرى والمعتزين في قطاع غزة ومن يؤيدونهم يريدون الآن التوصل إلى وقف إطلاق نار وإعادة كل هؤلاء الأسرى والمعتزين. ولكن سيد أشرف، لا يخفى على أحد أن هنالك أصوات متعالية بداخل المجتمع الإسرائيلي تطالب أيضا باستكمال ما بدأه نتنياهو. نعم، صحيح أن هناك غالبية في الواقع تريد استكمال الحرب، ولكن أيضا هناك بلبلة بشأن ما هي الأهداف السياسية لهذه الحرب. هذه قضية خلافية في إسرائيل لم تشعل الحكومة الإسرائيلية حتى نقاشها، وعندما طرح وزير الحرب مع قادة الجيش خطة لليوم التالي للحرب في قطاع غزة، صحيح أن هذه الخطة سخيفة وغير منطقية، ولكن على الأقل هذه لم تناقش داخل المجلس الوزاري السياسي والأمني في إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك هناك خلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل حول اليوم التالي للحرب. الولايات المتحدة الأمريكية تريد نقاش هذا الموضوع مع إسرائيل، وتريد رؤية أفكار إسرائيلية محددة وبرنامج لما هو قادم في حال انتهاء الحرب. طبعا كل هذه أمور تخضع لنقاشات وجدالات داخل إسرائيل، وهذه الحالة يعني لم يسبق أن رأتها إسرائيل من قبل. في خلال الحرب هناك من يطالب بإقالة نتنياهو، في هنا خلال الحرب من يهدد بالذهاب إلى قطاع غزة في مظاهرات في اليوم المئة لوجود هؤلاء المحتجزين والأسرى في قطاع غزة، ويطالبون بعدم الوصول إلى يوم المئة. يعني أمور كثيرة متعلقة بالحرب وحالة من الاشتباك الداخلي والصراعات التي تؤثر على معنويات الجيش من جهة وتؤثر على دعم السؤال الجوهري. يعني سيد أشرف، السؤال الجوهري، هل التوقيت يسمح بكل هذا الجدال؟ يعني كل الخبراء في إسرائيل يقولون أن هذا الجدال معيب، وهذا الجدال يمس بمعنويات الشعب، يمس بمعنويات الجيش، يمس ب يعني قدرة إسرائيل على مواصلة الحرب بشكل موحد وبشكل يعني قوي لإنجاز هذه الأهداف. بالتالي يعني منذ 3 شهور وإسرائيل تشن حربا على قطاع غزة، وخلال هذه 3 شهور لم تنجز أي من أهدافها، وأكثر من ذلك هي دخلت في حالة صراع داخلي، وهناك جماعات عديدة أصبحت مفتوحة في وجه إسرائيل، ولم تعد الأمور مقتصرة على قطاع غزة لوحده، وبالتالي الأمور معقدة كثيرا في إسرائيل. طبعا هناك أشياء أخرى يعني لا تناقش الآن، وهذه الأشياء تثقل على إسرائيل كثيرا، وهو الوضع الاقتصادي.
يعني هناك تدهور في الوضع الاقتصادي في إسرائيل، هناك ديون متراكمة، عجز في الموازنة، ارتفاع في معدلات التضخم، انخفاض قيمة الشيكل، هناك مشكلات في قطاعات مثل الزراعة، التكنولوجيا، قطاعات البناء، كلها تعاني من أزمات حقيقية، وهذه ستظهر بشكل واضح خلال السنة القادمة، السنة الحالية 2024 والسنة التي تليها، على أساس أن هذه يعني تحتاج إلى وقت للظهور. لا تزال إسرائيل تمتلك مقومات للتسديد أو للاستدانة وضخ أموال مليارات في السوق الإسرائيلية، ولكن هذه الحالة ستتغير تماما خلال عام 2024. نعم. وهذه أزمة أخرى يعاني منها إسرائيل، لا يتم الحديث عنها، ولكنها ستلقي بثقلها على المجتمع الإسرائيلي بالضبط، وستزيد من حدة الخلافات داخل تداعيات إسرائيل.